يا عروس المجد تيهي واسحبي في مغانينا ذيول الشهب، لن تري حفنة رمل فوقها لم تعطر بدماء حر أبي. أبيات شعر تربينا عليها فيها كل المعاني السامية، خطت بقلم السوري الكبير عمر أبو ريشة. ولكم يشرفنا أن تكون دفعة الخريجين للعام الدراسي 2021-2022 لطلاب الجامعة العربية الدولية أن تحمل اسم الشاعر الكبير عمر أبو ريشة. نرحب بالأستاذ الدكتور بسام إبراهيم، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، راعي هذا الحفل. السيد المهندس محمد رامي مارتيني، وزير السياحة. الزميلة دارين سليمان، رئيسة المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لطلبة سوريا. السادة رئيس وأعضاء مجالس الأمناء والجامعة والإدارة. السادة أعضاء الهيئة التعليمية والإدارية. أهالي طلابنا الأعزاء. أيها الحضور الكريم، أسعد الله مساءكم بكل خير. ترحيبنا الحار بأولياء أبنائنا الطلبة الخريجين الذين كان لهم الفضل الكبير لتعاونهم وتواصلهم مع الجامعة في إنجاح مسيرة الطلاب العلمية. وخير بداية لحفلنا الكريم بالوقوف والاستماع لنشيد الجمهورية العربية السورية، تعزفه فرقة الأوركسترا بقيادة المايسترو عدنان فتح الله. لا 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 لا
جامعتنا العربية عربية دولية، أهدافها سامية رسالتها حضارية، فيها مهد الحرية والأديان السماوية، يعلى شعارها الأخلاق وقيمها إنسانية، عربية دولية وبين العالم عصرية. ليلى 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 لا لا ليلى لأنها عربية، منفتحة على كل العالم لأنها دولية، متمسكة بالأصالة لأنها عربية، منفتحة على كل العالم لأنها دولية، من حضارة عصرية وفي العلوم غربية، في الفنون والرياضة أوزنتها ذهبية، عربية دولية وبين العالم عصرية. من بلاد الشام كانت وانطلقت من سوريا، شخصيتها شرقية وهويتها عربية، من بلاد الشام كانت وانطلقت من سوريا، شخصيتها شرقية وهويتها عربية، ترعى جارة الفيحاء أمنا الدمشقية، بالنور والعلم أنتِ جامعتنا العربية، عربية دولية وبين العالم عصرية، جامعتنا العربية عربية دولية، أهدافها سامية رسالتها حضارية، فيها مهد الحرية والأديان السماوية، يعلى شعارها الأخلاق وقيمها إنسانية، عربية دولية وبين العالم عصرية، عربية دولية وبين العالم عصرية، عربية دولية وبين العالم عصرية.
سلعتنا عاليا فوق البشر، اجعل سلعتنا عاليا فوق البشر، وجدوا بلا يشبه شبيب التفاحي، وجدوا بلا يشبه شبيب التفاحي. يا ضامي الغفارة يا ضامي العالي، زوزي لخ الغفارة كيلت أنا ليلي، يا ضامي الغفارة يا ضامي العالي، زوزي لخ الغفارة كيلت أنا ليلي. شوف عيني شوف، شوف روحي شوف، شوف حركاتي الناعي. عمر أبو ريشة 1910-1990. عمر أبو ريشة شاعر سوري يعتبر من أهم شعراء العصر الحديث في الوطن العربي. ولد الشاعر السوري الكبير عمر أبو ريشة في مدينة منبج بتاريخ 10 من نيسان 1910، وقد حرص الأب على أن يحظى عمر بتعليم جيد فأدخله مدرسة النموذج الابتدائية في مدينة حلب. وفي سنة 1924 التحق عمر أبو ريشة بالمدرسة الأمريكية في بيروت كي يتم تعليمه الثانوي، وبعد نيله الشهادة الثانوية قرر السفر إلى إنجلترا لدراسة الكيمياء في جامعة مانشستر. حول عمر دراسته من الكيمياء إلى الأدب الإنجليزي، وعاد إلى مدينة حلب حيث تولى هناك إدارة دار الكتب الوطنية. جرى تعيينه ممثلاً للحكومة السورية في البرازيل عام 1949، وعين سفيراً ومفوضاً هناك، وكذلك سفيراً في كل من الأرجنتين والهند والنمسا والولايات المتحدة الأمريكية قبل أن يحال إلى التقاعد عام 1971. تتنوع الأعمال الأدبية لعمر أبو ريشة بين الشعر والمسرح، وتتضمن قائمة أعماله الشعرية ديوان شعر، وديوان عمر أبو ريشة، وديوان مختارات 1959، ومجموعة شعرية بعنوان غنيت في مأتمي، وديوان عمر أبو ريشة المجلد الأول، ومجموعة شعرية بعنوان أمرك يا رب، فضلاً عن مجموعة شعرية اسمها من وحي المرأة، وديوان باللغة الإنجليزية اسمه روفن ألونغ. ومن ناحية ثانية ألف عمر أبو ريشة عدداً من المسرحيات أهمها ذي قار وسميراميس وتاج محل وأوبريت العذاب، بالإضافة إلى بعض الفصول المنشورة من مسرحيتي محكمة الشعراء والطوفان. كلمة الطلاب الخريجين تلقيها الطالبة الخريجة جودي الفقير، فلتتفضل.
مساء الخير السيدات والسادة الحضور، أساتذتنا الكرام، زملائي الأحبة وذويهم. إنه لفخر وشرف عظيم أن ألقي هذه الكلمة، كلمة خريجي الجامعة العربية الدولية دفعة الشاعر عمر أبو ريشة، نيابة عن زملائي، معبرة عن مشاعرنا في هذا اليوم المميز من حياتنا. ها قد انطوت صفحة من حياتنا، صفحة كان فيها الجد والاجتهاد رفيقا لنا على الدوام، لحظة نودع فيها الدراسة والتعب، وحان وقت الحصاد، نحصد فيها ثمرة اجتهادنا، مودعين فيها ذكريات وضحكات الرفاق، رافعين فيها قبعات الاحترام لأعضاء الهيئة التدريسية المحترمة، ونرسم فيها البسمة على وجوه الآباء والأمهات. أكتب كلمات يملأها كل الحب والتهاني. يظن البعض أنكم من تهنئون بتخرجنا، ولكن أعضاء هيئة التدريس المحترمة لابد أن نكون نحن من نهنئكم بهذا، فقد فعلتم كل شيء من أجلنا لكي نرتقي بالعلم والحياة إلى الأمام. أهالينا الكرام، لسنا اليوم من يستحق هذا التكريم، أنتم حقيقة جهدنا والداعم الفعلي لنا، فالأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق، فشكري عاجز لك يا سيدتي، وعسى الله أن يجزيك خير الجزاء. وكيف أعبر عن معنى سند وأنتم يا والداي حاضرين بكل حب وابتسامة ورضا، إن طلبت نجما تهديان السماء. زملائي الأعزاء، أحثكم ونفسي على إكمال هذا الطريق، فلا تسعوا إلى لقمة العيش فقط، فهي مقدرة منذ أن كنا في بطون أمهاتنا، ولكن اسعوا للتألق، واسعوا للبذل، واسعوا للمجد. إن تخرجنا اليوم يضعنا أمام مفترق طرق في هذه الحياة، وإن الشهادة التي حزناها ليست هي نهاية المطاف. إن العلم لا يقف عند حدود الشهادة، فالعلم والتعليم مستمران ما دامت حياة الإنسان قائمة. زملائي الأعزاء، ها هو الميدان أمامكم والأرض متعبة، فداووها يا أطباء، وأعمروها يا مهندسين، ثم ارسموا جمالها يا فنانين، واحرصوا على حسن إدارة أفراحها ومنجزاتها يا إداريين. اخترت اليوم أن أتحدث قليلا عن بعض ظروفي الشخصية، لأنني ولفترات طويلة اعتقدت أنني الوحيدة من تعاني من تلك الظروف. التشتت بين البلدان، المطبات الكثيرة، الكثير من الانتظار والقرارات المصيرية الصعبة، لكني لم أنهزم. أصررت على السعي وراء حلمي لأكون مهندسة معمارية، رغم كل اللحظات التي اعتقدت فيها أنه قد فات الأوان. ولكن لطالما تبادرت إلى ذهني المقولة الشهيرة Where there is a will, there is a way، أي حيث تكون الإرادة تكمن السبل. كانت عندي الإرادة، والجامعة العربية الدولية أنت كنت السبيل. كلماتي الأخيرة قبل الختام إلى أحبتي، دكاترتي، وأساتذتي، وكل من ساهم بقليل أو كثير في إتمام هذا الحفل الكريم، فمهما نثرت لكم من ورد فلم أوفكم حقكم، وشكرا. شكرا جودي. الآن كلمة الاتحاد الوطني لطلبة سوريا يلقيها الزميل رامي شبيب، رئيس فرع الاتحاد في الجامعة. الأستاذ الدكتور بسام إبراهيم، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، راعي الحفل الكريم. الزميلة دارين سليمان، رئيس الاتحاد الوطني لطلبة سوريا. أستاذ دكتور تامر الحجة، رئيس الجامعة العربية الدولية.
الأستاذ محسن مقصود رئيس مجلس الإدارة، زملاء الخريجين، أيها الحفل الكريم. انطوت صفحة من صفحات الحياة، صفحة كان فيها الجد والاجتهاد رفيقاً على الدوام، ولحظة نودع فيها مقاعد الدراسة، وجاء وقت الحصاد لنحصد فيه ثمرة اجتهادنا وننطلق نحو تحقيق الأحلام والأمنيات والطموحات. زملائي الأعزاء، يسعدني اليوم أن أشارككم هذه الفرحة في يوم حصاد وتتويج لجهد دائم ومتواصل بذلتموه على امتداد حياتكم الجامعية، وحققتم خلالها كل متطلبات التخرج. أنتم من سبق، ستكونون عزيمة وإصرارا لمن لحق. هنيئا لكم لأنكم رفعتم رؤوس آباء كرام وأمهات فاضلات. هنيئا لكم فأنتم من ذللتم الصعاب وحققتم الأمان والنجاح. زملائي الأعزاء، الطريق أمامكم ما زال طويلا وشاقا، يحتاج إلى كثير من الجهد والهمة العالية والعطاء المخلص المتجرد الذي لا ينتظر الجزاء والمكافأة من أحد، وإنما هو في سبيل رفعة الوطن ورقيه وعلو شأنه. فنجاحكم بهذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها بلدنا الحبيبة من حرب وحصار هو إنجاز استثنائي لكم. فسوريا اليوم بحاجة لكل عقل يفكر وكل يد تعمل وكل قلب ينبض بمحبتها. السيدات والسادة، زملاء الخريجين، أرتقي بوجودي بينكم أكبر بالمدى الذي يحمله النجاح والتفوق، وأهديكم المحبة والتقدير لمنظمتكم الغالية الاتحاد الوطني لطلبة سوريا، التي كانت على الدوام رفيقة حياتكم الطالبية، داعمة لكل الفعاليات والنشاطات، وتضع طاقاتها لتذليل كل الصعوبات وحل المشكلات والمشاركة في اتخاذ وصناعة القرار، وهو دور ما كان له أن ينجح ويتحقق لولا التعاون المشترك مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وعلى المخص المعنيين بشؤون التعليم الخاص، ولولا النظرة العميقة والرؤية الهدف النابعة من إدارة جامعتكم الجامعة العربية الدولية، التي أسهمت وبشكل نوعي في رسم خارطة نجاحكم وعبوركم لسنوات الجامعة. زملائي الخريجين، مبارك لكم جميعا، مبارك لسوريا التي ترفع رأسها بكم وبجيشها البطل وبقائدها المفدى السيد الدكتور بشار الأسد، وشكرا. كلمة السيد رئيس الجامعة العربية الدولية يلقيها الأستاذ الدكتور تامر الحجة، فليتفضل مشكورا. مساء الخير. الأستاذ الدكتور بسام إبراهيم، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، راعي هذا الحفل. السيد المهندس محمد رامي مارتيني، وزير السياحة. الزميلة دارين سليمان، رئيسة المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لطلبة سوريا. السادة رئيس وأعضاء مجلسي الأمناء والإدارة، زملائي أعضاء الهيئة التدريسية والتعليمية أيضاً، السادة الضيوف، أيها الحضور الكريم، نحتفل اليوم بتخريج الدفعة 14 من خريجي كليات الجامعة في مختلف العلوم الصيدلانية والهندسية والإدارة والحقوق والفنون. وإننا إذ نبارك لأبنائنا الخريجين الأعزاء هذا اليوم المشهود في حياتهم، بعدما بذلوه من جهد وتعب خلال سني دراستهم، نتوجه بالشكر الجزيل لكل من ساهم بإعدادهم علمياً وأكاديمياً، وعلى رأسهم السادة أعضاء الهيئة التعليمية. والشكر موصول للأهالي الكرام لما قدموه من عطاء وتضحيات، سواء المادية منها أو المعنوية، متمنين لكم مستقبلاً واعداً بكل خير ونجاح،
سواء تابعتم دراساتكم العليا أو اتجهتم إلى سوق العمل، فالجامعة أهلتكم التأهيل النظري والعملي والتدريب لمواجهة أي اختيار تريدونه. لقد أنارت الجامعة شمعتها 18 هذا العام، وقد حرصت الجامعة ومنذ اليوم الأول لبدء الدراسة فيها والذي كان عام 2005-2006 على رعاية طلابها علمياً وثقافياً وتربوياً، مما وضعها في مقدمة الجامعات السورية الخاصة وبمكانة متقدمة أيضاً من الجامعات السورية الحكومية والخاصة. ولكم أن تفخروا بأن جامعتكم وللمرة العاشرة خلال 5 سنوات متتالية حافظت على المرتبة الأولى بأحد معايير التقييم العالمية وهو ويبو ماتريكس الإسباني، وهي تعد نفسها الآن لتلبي احتياجات مرتبة متقدمة وفق معايير هيئة الجودة والاعتمادية التي صدرت مؤخراً بمرسوم من سيادة الرئيس بشار الأسد بغية رفع سوية التعليم العالي سواء الحكومي أو الخاص. أيها الخريجون، أنتم الآن تقطفون ثمار سنوات دراستكم وأصبحتم مجازين في الاختصاص الذي درسه كل منكم، فهنيئاً لكم ولزويكم، ولا شك أن فرحة التخرج لا تفوقها فرحة، وذكريات أيام الدراسة من أجمل أيام العمر، وسيغمرنا الشعور بالفخر لسماع نجاحاتكم في أعمالكم المستقبلية. ختاماً، لا يسعني في هذا المقام إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة بالسيد الوزير والسادة أعضاء مجلسي الأمناء والإدارة أيضاً رئيساً وأعضاء، وكذلك زملائي أعضاء الهيئة التعليمية الذين كانوا عند حسن ظنكم بما قدموه لكم من علم ومعرفة وثقافة وتدريب. ولا ننسى أيضاً فرع الاتحاد الوطني لطلبة سوريا في الجامعة الذي كان متميزاً وخير ممثل لطلبة الجامعة في جميع المجالس الجامعية والنشاطات الطلابية المختلفة. والشكر موصول لكل من عمل وساهم في إنجاح هذا الحفل الذي نتمنى أن يكون متميزاً أيضاً، والسلام عليكم. كلمة راعي الحفل السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور بسام إبراهيم، فليتفضل مشكورا. مساء الخير، مبروك لكم جميعا ان شاء الله. مساء الخير للجميع. بداية أعبر عن سعادتي وشعوري بالفرح بمشاركة أبنائي الطلبة هذه الكوكبة خريجي الجامعة العربية الدولية الخاصة، وزادت سعادتي بمشاركة زميلي الأخ العزيز المهندس محمد رامي مارتيني وزير السياحة، وزميلتي الغالية الأستاذة دارين سليمان رئيس الاتحاد الوطني لطلبة سوريا، وجميع السادة الحاضرين، رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، رئيس وأعضاء مجلس الأمناء، رئيس وأعضاء مجلس الجامعة، زملائي الأساتذة، وبالأخص الأهالي الأكارم، فالفرحة اليوم فرحتهم بتخريج أبنائهم. أيها الحفل الكريم، بداية أود باسمكم جميعا وباسمي أن أوجه تحية إعزاز وتقدير للسيد الرئيس بشار الأسد
على ما يقدمه لوطننا الغالي وشعبنا النبيل من رعاية واهتمام بالغين بالعلم والبحث العلمي وتقديم كل ما يمكن من دعم لرفع ترتيب وتصنيف جامعاتنا على المستوى الإقليمي والعالمي. كما يشرفني أن أكون معكم في حفل تخريج هذه الكوكبة من أبنائنا الطلاب في الجامعة العربية الدولية الخاصة دفعة الشاعر عمر أبو ريشي للعام الدراسي 21-22. بالمناسبة أنا أشكر هذه الجامعة، كل دفعة خريجين تسميها باسم أحد القامات العلمية الأكاديمية الثقافية الفكرية التاريخية، أي تقدير للجهود والفكر والثقافة والعلم الذين قدموا خلال حياتهم المهنية. فأشكر الجامعة على تسمية كل دفعة بأسماء هؤلاء الذين نكن لهم في قلوبنا كل المحبة والتقدير. وهذه الجامعة أحدثت بمرسوم كريم من السيد الرئيس بشار الأسد عام 2005، وبدأت هذه الجامعة تنهض وتتوسع بمبانيها الحديثة العمرانية كما شاهدتم، بكلياتها المتميزة. أصبح لديها أكثر من 18 اختصاص في كليات طبية وهندسية وحقوق وغير ذلك، أي أصبح عدد طلابها يتجاوز 7000 طالب، كما إن عدد الخريجين الذين تخرجوا من هذه الجامعة منذ إحداثها حتى اليوم أيضاً تجاوز 7000. فمبروك لهذه الجامعة هذه الأعداد من الطلاب، وهي أحدى الجامعات الوطنية التي نعتز بها والتي تقع ضمن منظومة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. عدا عن ذلك لديها بيئة حاضنة لأبنائنا الطلبة بالمنشآت الرياضية، بملاعبها، بصالاتها، بصالات للمعارض وغير ذلك، أي هيئت البيئة الحاضنة التعليمية لأبنائنا الطلبة لمتابعة دراستهم وتحصيلهم العلمي ولممارسة هواياتهم ونشاطاتهم الرياضية والفنية الأخرى. السادة الحضور، من دواعي سروننا أن نحتفي جميعا بهذه الكوكبة. لماذا؟ لأنها جاءت نتيجة تتويجا للجهود التي بذلوها خلال سنوات دراستهم، وكانت الظروف صعبة، لكن دائما إرادة الطلبة، محبة شعبنا لبلده، إرادة واندفاع أساتذتنا زملائنا أدى إلى استمرار رغم كافة الظروف العملية التعليمية بكل مراحلها، ولم تنقطع العملية التدريسية والامتحانات في جامعاتنا سواء الحكومية أو الخاصة، فكلما جامعات وطنية هدفها تخريج الكفاءات البشرية ذات القدرات المتميزة للانتقال إلى سوق العمل وخدمة المجتمع. أبنائي الطلاب، أريد أن أقول لكم إن فرحة التخرج هذه حلم كل واحد منكم، واليوم أصبح هذا الحلم حقيقة أمام أعينكم وأعين أهلكم الذين انتظروه بفارغ الصبر. فلا فرحة في الدنيا تعادل فرحة النجاح، فرحة التخرج، فرحة التميز، وذلك بعد طي صفحات من عمركم كانت مليئة بالتعب، مليئة بالسهر، وها أنتم اليوم تحصدون ثمرة هذا الجهد وهذا التعب. فمن أعماق قلبي
فمن أعماق قلبي وأنا سعيد أن أكون أول المباركين لكم وأول المهنئين لكم بتخرجكم، شاكراً كل أب، شاكراً كل أم، شاكراً كل أستاذ وإداري في هذه الجامعة، شاكراً زملائكم في الاتحاد الوطني لطلبة سوريا، فهم شريك حقيقي في وزارة التعليم العالي بكافة المجالس الجامعية وبكافة القرارات التي يتخذها هذا المجلس، دفاعاً عن حقوق أبنائنا الطلبة، حلاً لمشاكل أبنائنا الطلبة، تسوية لأوضاع أبنائنا الطلبة، وبالتالي فلهم منا أيضاً كل الشكر والمحبة. أخيراً السادة الحضور، لقد أدركت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أهمية تحسين وترتيب مواقع جامعاتنا من خلال الاعتماد على استراتيجيات جديدة وخطط علمية تتضمن المعايير الواجب اتباعها في ظل بيئة علمية تنافسية ترتكز على تحسين الظهور العالمي ودعم البحث العلمي والبرامج والخطط والمناهج الدراسية، وتشجيع إقامة المؤتمرات العلمية والمشارك بها، وإقامة الأنشطة العلمية والرياضية والاجتماعية، مع أهم شيء تسليط الضوء على المنشورات والمجلات العلمية والبحثية. وكما ذكر زميلي رئيس الجامعة، فجامعاتكم قطعت أشواطاً كبيرة في هذا الإطار، وكما ذكر احتلت وحافظت على مراتب متقدمة وفق تصنيف ويب ماتريكس لتصنيف الجامعات. فمبارك لهذه الجامعة، وأدعوها دائماً إلى التطلع نحو الأفضل والقدم بخطى ثابتة وعلمية وبحثية نحو الأمام. في الختام، الرحمة لشهدائنا الأبرار أكرم من في الدنيا وأنبل بني البشر. التحية لجيشنا الباسل حامي الديار. التحية الأكبر لسيد الوطن راعي العلم راعي التميز راعي الإبداع السيد الرئيس بشار الأسد. لكم مني كل المحبة والاحترام والتقدير. مبارك لكم هذا التخرج، مبارك لأبنائنا الطلبة هذا التخرج، كل عام وأنتم بألف خير.
ابن عائلة فنية تكاد أن تكون لوحة متكاملة، موسيقي مبدع وفنان موهوب، حمل على عاتقه الحفاظ على التراث وتقديمه للجيل الجديد بصوته العذب الدافئ. جاء من الوطن الشقيق لبنان ليشارك طلابنا فرحتهم ونجاحهم. فنه وحضوره نعمة. إنه الفنان الشاب جورج نعمة، ترافقه الأوركسترا بقيادة المايسترو الفنان عدنان فتح الله. عيناي على شفافي اسمك أجمل غني مثلك ما في على شفافي اسمك أجمل غني بتغيب بتروح يا غالي كتير علي يا رفيق الروح بتضلك عايش فيه بتضلك عايش فيه بتغيب بتروح يا رفيق الروح متلك ما فيه ولا شافت عيناي يا سلام عيونك بتبوح على صرار اللي بقلبك مطرح ما بروح على لساني بيبقى اسمك على صرار اللي بقلبك على لساني بيبقى اسمك لما بتغيب تشغل بالي وظنوني انت الحبيب انت روحي وعيوني انت الحبيب انت روحي وعيوني بتغيب بتروح يا رفيق الروح متلك ما في ولا شافت متلك ما في ولا شافت عيناي عايش ما في ما في ولا شافت
عيناي على شفاك اسمك أجمل غني بتغيب بتروح يا غالي كتير علي يا رفيق الروح بتضلك عايش فيه يا 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 بتضلك عايش بتغيب بتروح يا رفيق الروح مثلك ما فيه ولا شافت عيناي مثلك ما فيه شكرا شكرا مساء الخير أنا كتير سعيد ليلى إني موجود معكم وفرحتي أكبر يعني لأني عم شارككم فرحتكم بتخرجكم ورغم كل المصاعب فينا نقول اللي قطع فيها العالم وبلادنا أنتم اليوم أمام هذا الاستحقاق ألف ألف مبروك والحياة اللي جاية لألكم الله يوفقكم وشكر كتير كبير للمنظمين اللي حبوا أن يكون اليوم أنا لي الشرف كتير كبير وبالفعل وجودي بهالمكان يعني قد ما أحكي وعبر عن مدى حجمه بقلبك يعني بيكون قليل شكراً كتير للمايسترو عدنان فتح الله كمان وللفرقة الموسيقية شكراً طبعاً وجودي بهالمكان بالذات اللي شهد على احلى القصص الثقافيه والفنيه والعلميه هو شرف كثير كبير لي وخاصه بسوريا والشام الحبيبه الشام الحبيبه مهد التاريخ والحضاره وارض الشعب الطيب والمحب شكرا لكم وان شاء الله يا رب كل سنه وانتم بخير انا بدي هنيكم وبدي هني طبعاً أهلكم فيكم والجامعة اللي احتضنتكم واللي قدمت لكم يعني حضنتكم قدمت لكم كل العلم والأشياء الحلوة يعني لتحملوها معكم بالمستقبل الجامعة العربية الدولية شكراً لكم ألف ألف مبروك هلأ رح نغني سوا أغاني بالمبدأ بتعرفوها فلين منغنيها سوا إذا ممكن تطلع أحلى معكم رغم أنه الفرقة رائعة يعني بس يعني بتغنوها هيك تحلو بعد لأنه عملنا التمارين وكل شيء كان تمام مايسترو ما هيك يلا تكلوا على عاقد الحاجبين على الجبين الوجين يا عاقد الحاجبين على الجبين الوجين إن كنت تقصد قتلي قتلتني مرتين إن كنت تقصد قتلي قتلتني مرتين قتلتني مرتين يا عقيد الحاجبين تمر قفص غزال بين الرصيف وبيني تمر قفص غزال بين الرصيف وبيني وما نصبت شباكي ولا أذنت لعيني وما نصبت شباكي ولا أذنت
لعيني ولا أذنت لعيني يا عقيد الحاجبين. تبدو كألا تراني وملء عينك عيني ومثل فعلك فعلي ويلي من الأحمقين. تبدو كألا تراني وملء عينك عيني ومثل فعلك فعلي ويلي من الأحمقين. مولاي لم تبق مني حيا سوى رمق عيني. مولاي لم تبق مني حيا سوى رمق عيني. أخاف تدعو القوافي عليك في المشرقين. عليك في المشرقين يا عقيد الحاجبين. يا عقيد الحاجبين على الجبين اللجين. إن كنت تقصد قبري قتلتني مرتين. إن كنت تقصد قبري قتلتني مرتين. قتلتني مرتين يا عقيد الحاجبين. غريبي
تتذكري يمكن عزوك أو فجأة نسيتي كل شي صار. أنا ما بنسى مني وعاد غاص طبعا طبعا هي آخر غني. عن قصتنا الغريبة بليل.
عند الحبايب عند الحبايب ويا الحنين قوليلن كلمة كلمة حبايب كلمة حبايب عالشوق دايبين روحي يا نسمة عند الحبايب عند الحبايب ويا الحنين قوليلن كلمة كلمة حبايب كلمة حبايب عالشوق دايبين لكن صبرين بالحب هيمين وحنبقى يا قلبي يا قلبي على طول عاشقين لكن صبرين بالحب هيمين وحنبقى يا قلبي يا قلبي على طول عاشقين لكن صبرين بالحب هيمين وحنبقى يا قلبي يا قلبي على طول الحب هيمي وحرب قلبي على طول عشرين روحي يا نسمة روح ويا الحنين ويا الحنين ويا الحنين
حملتك أماني خدها لتاني حي غني لمان وقف فوقي شوي حملتك أماني خدها لتاني حي وإن شفت حدا ما بيشبه حدا وإن شفت حدا ما بيشبه حدا غطي عنه الشمس لا يخفى بالفاي يا غيم اللي ما اسمعني كلمة وروح خبر هاللي ناسي عن صوتي المجروح غيم اللي ما اسمعني كلمة وروح خبر هاللي ناسي عن صوتي المجروح عن مكسور الخاطر يلي بعتو ناطر عن مكسور الخاطر يلي بعدو ناطر عتنسمي منه لا ترد للروح يا غيم اللي ما وقف حوي شوي شوي علمتك أنا خدها لتاني حي يا غيم اللي مار شدي على الأحلام ورد اللون الضايع من غبرة الأيام يا غيم اللي مار شدي على الأحلام رد اللون الضايع من غبرة الأيام وغرق القدر اللي فينا غدر وغرق القدر وعي سكوت الخوف سكت الكلام يا غيم اللي ما وقف فوق شوي حملتك أمان تذهل تاني حي يا غيم اللي ما وقف فوق شوي حملتك أمان خذهل تاني حي وإن شفت حدا ما بيشبه حدا وإن شفت حدا ما بيشبه حدا غطي عنه الشمس لا يخفى بالفي أنا بدي إياكي تكوني
تسيبوني وحدك يا اللي بريرة وتخليني بقلبي وتحبيني على مهلي وتقولي له لقاني انك بتجني فيا يا 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 تقينا شو حلوي حكياته قوليلن 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 يا الله شو حلوي حكياته إن شاء الله ويا رهيب بيجمعنا بعيد بيقتنعوا إنه الدنيا غير مواعيده ويا تفيدة ويا تفيدة ويا تفيدة أنا بديك وحدك يا اللي بريدة وتخليني بقلبك وتحبيني على بالك وتقولي لهم لقلبي انك بتجني فيا يا 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 تفيدة يا ربا 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 هالليل بعيوني أنا بعشق طال بدوبني جنوني لو طال ساعات وهالليل بعيوني أنا بعشق طال بدوبني جنوني ولو طال سحرني عيني جاي من ميت ما شافت عيني مثل انت يا تفيدة ويا تفيدة ويا تفيدة ويا تفيدة يا تفيدة وحدك يا المريدة وتخليني بقلبي وتحبيني على مهلي وتخليني بقلبي حبيني على مهلي وتقولي له لأهلي انك بتجني فيا يا 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 تفيدة شعرك يرضى عليكي يا حلوي شعرك داري يرضى عليكي لا تنسي غار عليكي من النسمات حتى ما تتغلغل فيك يا حلوي شعرك داري شعرك داري يرضى عليكي لا تنسي غار عليكي حتى ما تتغلغل فيه روح يا حلو يا حلو يا حلوي ويلك يا حلو يا رب
همسات من البسمات عخدودك شفت الورده شعرك كرمالي لفيه طار عليك للهمسات من البسمات عخدودك شفت الورده شعرك كرمالي لفيه وطار عليك للنسمات حتى ما تتغلغل فيه يا حلوي شعرك داري شعرك داري رضا عليك لا تنسي يا حلوي شعرك داري يرضى عليك لا تنسي غار عليك من النسمات حتى ما تتغلغل فيه ها 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 ها
ولا رجب حدك يا المطر رجب طيارة غية لا رجب حدك يا المطر رجب طيارة غية شوف الضيعة من البلوم شاور لك يا لبنية شاور لك يا لبنية لا رجب حدك يا المطر يا المطر شوف الضيعة من البلور شاورلك يا البنية شاورلك يا البنية لطيروا علي وعلي فوق ترمح من حد الغيمة لا شوف فليح يرعى النوق ووقحة تسرح بالغنمة لطيروا علي 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 فوق ترمح من حد الغيمة لا شوف فليح يرعى النوق ووقحة تسرح تسرح بالغنمة لا شوف حتى يا المطر رجب الطيارة غير لا رجب حدك يا المطر رجب الطيارة غير شوف الضيعة من البلور شاور لك يا البنية شاور لك يا البنية شاور لك يا البنية شاور لك يا البنية شاور لك يا لبنية شاور لك يا لبنية Baba 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 والشجرة عالي ما بتضل الايد كيف
بتحب تمشي حافي فستانك جديد بتقومي بتتجرحي بيصير بدك تسطحي بتقومي بتتجرحي بيصير بدك تسطحي شفتي حالك مغيرة حبيبك يا قمرة أو قمرة يا قمرة لا تطلعي عالشجرة والشجرة عالي انتي بعدك السيارة حبيبك وصاكي تضلي بالبيت ومين ما حكاكي لا تتركي البيت حبيبك وصاكي تضلي بالبيت ومين ما حكاكي لا تتركي البيت لا بده تشوفي حدا ولا تردي على حدا لا بده تشوفي حدا ولا تردي على حدا كل الابواب مسكره هيك الهوى يا قمرة وقمرة يا قمرة جورج امتعتنا جدا بأدائك الراقي والممتع وكان لوجودك معنا اليوم إضافة فنية مميزة لحفلنا نبدأ الآن بتسليم الشهادات للطلاب الخريجين من دفعة الشاعر عمر أبو ريشة ندعو السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور بسام إبراهيم والسيد رئيس الجامعة العربية الدولية الأستاذ الدكتور تامر الحجي كما ندعو الزميلة دارين سليمان رئيس المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لطلبة سوريا والدكتور باسم دحدوح عميد كلية الفنون لتسليم الشهادات للخريجين من كلية الفنون
نبدأ الآن بأسماء الطلاب الخريجين من كلية الفنون، ونبدأ بالطالبة الأولى لين باسل لحم العجنجي، لبنى غسان أبو رجب، هاجر باسم توكلنا، سميرة عبد الهادي النحلاوي، نايا عبد المعين عاصي، ماسا نبيل خليل، نادية ياسر جميل، محمد نظير محمد جمال تيرو، آمنة محمد السوسي، تسنيم زياد أبو صبح، لوليا عبد القادر شغالي، سوزان حسن كزكز، إخلاص عبد اللطيف الزعبي، هزار خالد ظاظا، بلقيس محمد خير الجلم، تالا محمد هشام القطمة، نجوى خليل علي العورتاني، جودي عماد عرابي قصاب باشي، لين محمد عامر قرجنة، نتالي محمد حسان محمد محسن، سيدرا محمد صبحي سعد الدين، ريما فتيان عبد العال، محمد يوسف عبد الوهاب شوقل، روان سلم شنار، بتول رأفت الملاح، سيما أحمد غياس المصلي، ديانا حسان السكاف، جودي طارق الدبش، سناء مروان الشربجي، رانيا مازن الدهان، محمد عبد الهادي حسام موسى، محمد عمار محمد سامر ملص، لينا وائل كرامي، سناء وليد خليل، ريم خالد خزعل، نشكر الدكتور باسم دحدوح. والآن كلية الهندسة المعمارية، ندعو الدكتور علاء عبد الرحمن عميد كلية الهندسة المعمارية. شكرا دكتور. لتسليم الشهادات للخريجين من كلية الهندسة المعمارية. نبدأ الآن بالطالبة الأولى من كلية الهندسة المعمارية، جودي محمد خالد الفقير، خالد جمال الحاجي، نيرفانا علي الحمصي، إسلام غياث المشعل، لين محمد بسام الصفدي، محمد سعيد ماهر الداية، أسماء خالد جملة، نوار حسام الدين بازر باشي، ميرنا مازن بزي، محمد زيد زياد قدسي الحسيني، لانا مصباح مقصود، سارة عبد المعطي جحا، هدى محمد الشعار، راما هيثم الشويكي، منار محمد وليد شبيب، ربا أيمن المعلم، آلاء معتز بالله المخللاتي، دانيا صالح الموسى، حلا حلا يحيى زين الدين نصر، تالا محمد سالم خماش، سارة محمد هشام صرصر، آية محمد السوسي، آية معن الحوري، بتول إياد الصوص، ناجي محمود التلة، رهف أحمد الحكيم، مرام محمد قبيطري، عمار محمد علي الزين، علا جمال الدين القادري، أنمار محمد مخلص القادري، يمان هشام قطلان، لين عمار محاسن، رهف فايز الغريب، رغد هشام محمد سعيد، خزامة مرسل الصفدي، رضا محمد إصفاني، سارة معتز عاشور، كندا سامر الجوهري، هيا محمد فريز الحناوي، راما إبراهيم حلاق، سارة أحمد ناصر البيطار، إيمان عيسى السعدي،
ميرا محمد ممتاز الهبل، عدي نزار مسعود القاق، بشرى أحمد حسن الأطرش، لينا جهاد الحمدان الحسين، آية مازن السكري، علاء شوقي السغيبني، عدي محمد شوكة، رهف طلال كنعان، إسراء ناصر البحر، آية عبد الحكيم الزعيم، ريم عدنان عبود، أنس محمد قاسم البغدادي، يزن عبد المنعم النوري، عبد الحليم أيهم قدور، محمد نعيم وليد دياب، الحارث مثنى الأديب، كريستين ميشيل فرحة، شام هشام جبري، محمد علاء، محمد ضياء الدين غيبة. نشكر الدكتور علاء عبد الرحمن. والآن كلية الحقوق، ندعو الدكتور حاتم البيات عميد كلية الحقوق لتسليم الشهادات للخريجين من كلية الحقوق. هلا دكتور. نبدأ الآن بالطالب الأول من كلية الحقوق، أحمد مازن بركات، فاطمة الزهراء محمد فايز جمال الدين، آية محمد رياض مكي، هزار خلدون البرقاوي، مروة محمد القدي، حسين محمد حسان التيناوي، نرمين عبد الحميد الأحلس، هناء محمد سليم مستو، إيمان عدنان اللبابيدي، جويل عيسى العيد، رولا أحمد الدن، آلاء يحيى قدموسي، زينب بشير أبو اللبن، عبير عبد الحكيم العيسى الحمادة، آية كمال زينو، معاذ عبد الغني وهاب، هديل صفوح حمادة، فؤاد عصام ضاحي، رهف خالد التل، هادي سامح الداية، أنمار عبد الله زوكار، محمد علاء دليواتي، محمد نبيه محمد زياد سلطان. نشكر الدكتور حاتم البيات عميد كلية الحقوق، وندعو الآن عميد كلية الهندسة المدنية الدكتور وليد العوض لتسليم الشهادات للخريجين من كلية الهندسة المدنية. نبدأ الآن بالطالبة الأولى من كلية الهندسة المدنية، دعاء عبد الحكيم شلة، عامر يوسف سرور ملاح، سوار محمد فايز الأحمر، فاطمة عصام الشبلي، أحمد يزن محمد الحمصي، محمد كريم ضياء الدين ساطع، وسام حسان الصالح، أحمد زياد حسين، محمد رضوان عبد الهادي القاوي، يزن محمد حسان جزائرلي، ليلاس بسام أبو كورة، نغم عبد الحليم كنج، آية أيمن شماع، عبد الرحمن موفق دياب، بشرى ياسر الصالح، رائد سمير الحاسباني، خلدون مهدي حمدان، حسن جاد الله درويش، أحمد خيري سودان، ماهر بسام حلاوة، هلا إبراهيم الحموي، محمد ماهر عفيف السمان، محمد وليد الأديب، فاطمة حسن ناجي، صباح محمد صهريج، أحمد أسعد شيخ البساتنة، يوسف عماد العبد،
نشكر الدكتور وليد العوض عميد كلية الهندسة المدنية، وندعو الآن الأستاذ الدكتور محمد فايز كيوان عميد كلية الهندسة المعلوماتية والاتصالات لتسليم الشهادات للخريجين من كلية الهندسة المعلوماتية والاتصالات. نبدأ الآن بالطالب الأول من الخريجين من كلية الهندسة المعلوماتية والاتصالات، الطالب محمد عمر حمادة، ابتسام باسل الأعمى، منار منير طيلوني، كوثر محمد فاخوري إدلبي، محمد وائل محمد فايز الحلبي، محمد نزار رفعت سلوم، هزار محمد مازن قربي، آية نور الدين شبيكة، سالي نادر شعبان، نور الهدى محمد ياسين أبو كورة، عمر ماهر الحلبي، طارق بسام البوشي، يامن هشام الكيال، أحمد خالد الزين، رامي محمد سمسمية، محمد بدر سامر الخضر، محمود عبد الهادي الطوخي، لانا ميشيل توما، عبد الستار أحمد الكسم، محمد مضر سمير شريف، أكرم مروان الحايك، مجد يزن الشطي، باسل محمد وثام القوتلي، أحمد أيمن القصراوي، سيد حسين سيد أكبر موسوي، أحمد إبراهيم سعدة، محمد عماد الحوراني، بتول سامح الدغري، عبد الرحمن محمد عماد ضمان، محمد عمر محمد يوسف طربوش، بيان نشأة السهلي، ياسين محمد عماد الدين الميداني، رغد هشام كعدان، لبان إبراهيم حسنة، رغد محمد خليفة، إياد لؤي جود الله، محمد علاء الدين حسام الدين شوبان، نور مرعي أبو العنب، نجود عبد الله السالم، محمد شاكر محي الدين فليون، بشرى منار الكزبري، ماسا نزار سيروان، موفق عمار عمار الترك، أمجد حمود المرعي، عمرو عصام صباغ، سلمى حسان داود، كنان ياسر الرخلاني، محمد نهاد عمار اليافي، آية الله سمير خانجي، محمد جواد محمد نضار مراد، محمد منذر برهان مارديني، محمد منذر محمد هلال قدي، محمد وسيم أويس العجلاني، دانا غسان الغميان، محمد صباح محمد فهد ياسين، محمد محمد منصور، محمد باسل محمد أسعد الحلبي، يزن ماجد الشعبي، سيدرا محمد قرجاويش، ليث محي الدين العوض المجلي. نشكر الأستاذ الدكتور محمد فايز كيوان عميد كلية الهندسة المعلوماتية والاتصالات. ندعو الآن الدكتور معاذ الشرفاوي الجزائري عميد كلية إدارة الأعمال لتسليم الشهادات للخريجين من كلية إدارة الأعمال. نبدأ مع الطالبة الأولى من كلية إدارة الأعمال، سوزان سعيد كرباج، غزل كمال عمارة، ليلاس بهاء الدين زريقي، سنة وائل ملص، آية حسام عبدين، رؤى زياد عجاج، شاهين عامر جبارة، آيات محمود الشيخ، سارة محمد عبد الكريم الخطيب، غادة سالم سلطجي، يارا غسان الحمصي، رامي خالد اليافي،
أماني محمد ياسر سيف، مؤمن باسم المراياتي، راما محمد منذر الشليان، رانيا مصطفى عثمان آغا، رولا زياد الوتار، علا محمد ماهر أبو كورة، وفاء يونس المهايني، حلا محمد حلا محمود خضير، عبد الله عدنان رزق، مها محمد خالد الرجولة، هاشم أحمد الكتبي، محمد جواد ماهر زنبركجي، تالا حسان النص، محمد ماهر أحمد أبو رشيد، ليان محمد سعيد راز، بلال يحلى نبيل الطباخ، راما محمد يحيى سرور ملاح، تولين محدين الطيار، محمد فراس نشأة تتنجي، تالا محدين الطيار، حارثة هيثم القدة، مايا ناصر بيضون، لبنى محمد راشد البري، لين أنس عثمان، تسنيم محمد وائل الحموي الجغصي، ساريا ماهر اللحام، نور دارم الكيلاني، مجد زياد بدري الشرع، بنان وليد بدر، هنا عبد الدايم مهباني، بيان محمد مهدي غنام، جورج غسان عيسى، محمد طارق علي كردي، غزل عبد الحليم كنج، رغد عماد الرهونجي، نور الدين لؤي كريم، حنين أيمن جودية، نورس أحمد مدني، هيا ظافر العطار، عامر جمال عبود، صفاء محمد باسل زغلولة. نشكر الدكتور معاذ الشرفاوي الجزائري عميد كلية الإدارة الأعمال، وندعو الآن الدكتورة عفراء النقري عميدة كلية الصيدلة لتسليم الشهادات للطلبة الخريجين من كلية الصيدلة. نبدأ الطالبة ميار محمد القمش، نينار خليل أنطون، ياسمين منيب فرصيفي، دانيا طارق ياسمين، بيان أحمد نادر أورفلي، بيان عماد الدين دهمة، تيماء خليل عنقيرة، أنجيلا عازر دحدل، جودي مازن صندوق، وعد غسان منصور، إسراء طاهر ظاهر، أكرم رزق الله بارا، جويل بسام عساف، غزل محمد خالد الزين، كارون نيشان كلكيان، غزل محمد سامر الفحام، وفاء موفق القاروط، بدر عبد الودود خضرة، أميرة محمد طاهر المفتي، غنوة غسان الهبل، أليسار ماهر عباس، سارة رياض عكش، دعاء محمد الأديب، ليلاس جميل ظاهر، هبة الله محمد مازن الشويكي، رنيم محمد راج، نجوان بشار اللحام، شهد عبد الناصر قطيط، رغد محمد عادل ناصر، روز وليد عفيصة، رغد نور الدين النداف،
سليمة حسام السوقي، ريم أحمد تيناوي، صبا عبد الرحمن السويدان، ربا مصباح مقصود، راما محمد بشار جازية، ليف محمد ياسر إدلبي، سيدرا ماهر أورفلي، أنوار عبد الحي الجاحد، سارة غياث الآغا، ريم أحمد عبد الجواد، أبرار زياد نصري، عبير خالد الشيخ عمر، عمرو نزار مسعود القاب، هناء منصور البلخي، بتول صلاح الدين الحلبي، آية هشام عربي، عمر نزار الحوراني، غنى محمد حسام الدين الشويكي، تسنيم علي رابعة، مريم محمد الحسين قويدر، لونا عامر مراد، رنيم محمود الخاوندي، هيا محمد خير أبو النصر، زينة هيثم الباشا، رامي شبيب، لبنى محمد ناظم قادري، جورج بشار سمعان، تالا رضوان عزو، آية محمد ماهر بدوي، صميم طلال الشريف، مرح عبد اللطيف غويش، دينا محمد عدنان الحجار، كريستينا لين شامخ مقلب، نيسان محمد ظاهر، لين بدر الدين الناشف، زينة زياد عرباني، آلاء عماد الحاج علي، غفران محمد المصري، نور وضاح الحوري، لونا أيمن كسكين، دانا حسان التكريتي، نرمين ماجد عبد الحفيظ، لانا محمد صالح النجار، مروى زياد عرباني، نور غسان قباني، نور محمد أبو كورة، وعد محمود عبد الوهاب، رغد محروس عاجي، مرح أسامة عفا الرفاعي، ندى مصطفى راشد، عهود نبيل جاموس، أيمن رفعت زين، ألين كريكور برسكيان، شجا صالح زبيبي، دلال محمود حلاوة البني، آلاء سعيد تباب، جولنار فاروق الجمل، رشا ياسر الجراح، ميار فادي الفحل، لارا باسم عبد الفتاح الطويلة، رحاب محمد خالص شي شكلي، يارا ناصر العلي، تسنيم كنان أبو يحيى، لجين خالد شداد، دانيا محمد بشار طرقجي، سارة فارس طنوس، لجين هشام حيسن، تالا أكرم حموش، راما حسان الرطل، ريم طاهر حمود، فاطمة أحمد عرابي، جاد الله فياض الصوص، هيفاء محمد نعيم الخياط، رولي جريس خميسي، أميرة محمد الحنش، ملاذ يوسف الأحمد، صبا بدر الدين بريتاوي، ليال جميل الرمحين، محمد نزير محمد ياسر الدهني، ماسع محمد صلاحي، غالية محمد هاشم الكتبي، فوزية شفيق رجب، روزالين محمود علي، سارة نبيل الخطيب، جويل وسيم زغيب، عبد الرحمن محمد سالم عجاج، سلمى طلعت حاج غريب، رهف عبد الرحمن بطش، محمد ماهر خياطة، براءة أحمد الساعور، خولة أنور شرف الدين أبو فخر، نور أحمد عبد الوحيد، محمد واصف محمد سعيد درويش، دانيا محمد حربة، آية الله آية الرحمن عبد الكريم الأسعد، حسين محمد علي الخالد الفتيح، نور عبد الله الحسن، فرح نضال غزلان، بتول زياد مقدم، ماسا أسامة حمامي، منار عبد المولى المصلي،
سليمة أحمد الأسعد، يمنى محمد أيمن الدرساني، نبيلة محمد نخال، ثريا معاذ الحموي، ليلى شكري الجرماني، مروى رضوان كوجك، فلك أحمد مخللاتي، بشار نبيل كحلة، ريم سهيل نصر الدين، يمان إياد دهبول، محمد سامر قنباز، حسام بشار جلبوط، عبد الرحيم محمد أيمن شميس، زين العابدين هيثم عمران، مالك مازن بيرقدار، سارة محمد المدني، زينب قاسم الزعبي، نور معتز بوسعد، عليا محمد مسلم الحصني، سبتة نايف سعادة، نور الهدى عبد الكريم الأسعد، إبراهيم أحمد طارق الصلاحي، رؤى محمد سمير محفوظ، دانا نايف فلحوط، فاطمة محمد نجيب شمس الدين الصغير، فيروز حمادة، لميس ناصر عبد الحميد قيلة، حسين إبراهيم أبو جيب، غيث هايل مبيض، دانا جهاد الحمدان الحسين، أمل زهير قاسم، محمد فادي فواز جمال الدين، منار جويساني ناصر عز الدين الحموت، عمار محمد علي زغلول، أسيل باسل الجيوش، رنيم محمود علاء الدين، مريم خالد كربوج، رغد محمد سميح القاوي، روى محمد سمير حلواني، رجاء محمد أمين اللحام، نور محدين يزبك، وسنة هيثم ميرزا. ألف مبروك لكافة طلابنا الخريجين. نشكر السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور بسام إبراهيم، ورئيس الجامعة العربية الدولية الأستاذ الدكتور تامر الحجة، والزميلة دارين سليمان رئيس المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لطلبة سوريا. نطلب من الأستاذ الدكتور تامر الحجة رئيس الجامعة العربية الدولية البقاء على المسرح، وندعو الأستاذ الدكتور كمال شرف رئيس مجلس أمناء الجامعة العربية الدولية لتسليم درع الدفعة لراعي الحفل السيد وزير التعليم العالي الأستاذ الدكتور بسام إبراهيم للتفضل باستلام درع الدفعة. نطلب من السادة المكرمين والسيد الوزير البقاء معنا على المسرح. ندعو المايسترو أندريه المعلولي مدير عام الهيئة العامة لدار الأسد للثقافة والفنون لتسليمه درع تكريمي لجهوده المقدمة. Thank you.
ندعو المايسترو عدنان فتح الله عميد المعهد العالي للموسيقى لتسليمه درع تكريمي لجهوده المقدمة. ندعو الفنان الموهوب جورج نعمة لتسليمه درع تكريمي لحضوره وأدائه الفني المتميز في هذا الحفل. نشكر السادة المكرمين. جاءت لحظة الفرح الكبرى إشارة إلى قرارات مجلس الجامعة الناظمة وذات الصلة. أعلن تخريج دفعة عمر أبو ريشي، مبروك. الشمس ما بتغيب، لا مالي ولا ولادي، على حبك ما في حبيب. اكتب اسمك يا بلاد عالشمس ما بتغيب، لا مالي ولا ولادي، على حبك ما في حبيب. لا 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 ما في حبيب.
على حبك ما في حبيب على حبك ما في حبيب. ألف ألف مبروك كل سنة وأنتم بخير.